السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نشوف الإعدادات لرفع فيديو على اليوتيوب. أقول له select file وأختار الفيديو اللي أنا عايز أرفعه. أول حاجة أنا بتكتب الاسم، وده شيء أساسي، ما ينفعش إن أنت ترفع فيديو من غير اسم. ال description وصف زي ما أنت عايز، وده حاجة اختيارية. هنا بيبدأ يفحص الفيديو ويشوف الصور كده، يعني صورة صغيرة من قلب الفيديو. تقدر تختار واحدة منها تظهر، أو تقول له أبلود وتختار صورة أنت تظهر مكان الصورة الافتراضية بتاعت الفيديو. هنا بلاي ليست، بتبدأ تشوف الحاجة دي هتتحط تبع أنهي بلاي ليست. وهنا بيسألك هل الفيديو ده مصنوع للأطفال ولا لأ، وهنا بيقولك هل في إعدادات افتراضية أو في إعلانات موجودة في قلب الفيديو ده ولا لأ. وهنا تاج، تقدر تكتب اي تاج انت عايز تضيفه. بعد كده بتختار الاختيار، هل الفيديو ده عايزه يتحط فيه اعلانات ولا لا. براحتك ممكن تشيل، هل عايز تحط الاعلان فين. انا اخترت اون على اساس يظهر لي ديت. لو اخترت نو او اوف هيظهر لك الاعلان، الاعدادات الخاصة هل الإعلان ده فيه حاجات مسيئة، هل الإعلان ده فيه شتايم، هل الإعلان ده بحيث إن فيه ناس بتعلن على المنتج بتاعهم مش عايزينهم يظهروا على لقطات عنف أو حاجات فيها مشاكل. بعد كده بنيجي على فيديو إليمنت، بنلاقي تلات حاجات. أول واحدة إن أنت تضيف ترجمة حوالين كل كلمة، تبدأ تسمع وتروح كاتب أنت، لما عندك ملف جاهز، لما طيب مانوال تكتب ترجمة لكل الكلام اللي مكتوب. تاني اختيار بتقول في اخر مثلا 3 ثواني ابدأ يظهر لي اقتراحات لفيديوهات يتابعها. اد كاردز، الكارد دي بتبدأ تظهر في الجنب كده اثناء ما هو بيتفرج على الفيديو. ممكن يظهر له مثلا ان في فيديو تاني مثلا هنا اهوت. طيب بعد كده تشيك دي اوتوماتيك، هو بيبدأ يشوف هل في حقوق ملكية موجودة للفيديو ولا لا. اخر حاجة الفيزيبيليتي، برايفت يبقى مفيش حد يشوفها غيرك. انليست يبقى موجودة بس محدش يشوفها غير لما انت تبعت له اللينك. ممبر اونلي لو في حد عامل اشتراك عندك في القناة بفلوس. بابليك تظهر عند الناس كلها، اي حد يعمل سيرش يظهر عنده. وهنا بتقول له ابدأ اعمل اعلان للناس اللي بتشوف القناة ان في فيديو هيظهر كمان ساعة نص ساعة وهكذا. تمام. طيب هنا الاسكادول بتقول له خلي الفيديو ده يظهر مثلا بعد ساعة، بعد نص ساعة وهكذا، بتحدد الوقت. ممكن تقول مثلا خليه يظهر السنة الجاية، يظهر بعد شهرين ثلاثة. في بعض الفيديوهات انا برفعها وبقول له خليها تظهر بعد شهرين ثلاثة عادي يعني. تمام. طيب هقول له خليها بابليك واقول له بابليش، وده اللينك بتاع الفيديو. هو دلوقتي تحت بيقولك ان هو وصل دلوقتي 95%. لما تيجي تقول له بابلش يقولك ايه، خلي بالك ان هو لسه ما اتفحص، استنى لما تفحص قبل ما تعمل له بابلش. الفحص اتأكد ان مفيش حقوق ملكية او ان الفيديو ده ما اترفعش قبل كده. لما بيخلص فحص بقول له بابلش، التشيك اتعمل عليه علامة صح. بيقول لي بقى انشر الفيديو ده في الموقع الافتراضي، الموقع اللي هي لينكد ان وفيسبوك والحاجات دي كلها. فبقول له ابعتها على الفيسبوك، وكذلك البلوجر واللينكد ان والتويتر والحاجات ديت.